وينضم إلينا من بروكس للحديث عن انخفاض أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في أوروبا بصفة عامة، ومخاطر وإيجابيات التوجه لرفع تدريجي لحظر التجوال. معنا من هناك الإعلامي سامح رمضان. مرحبا بك معنا سيد سامح. أهلا. ربما ساعد هذا الانخفاض بعض الدول في اتخاذ قرار باتجاه رفع حظر التجوال والتدرج في اتخاذ قرارات متعلقة بفتح الأنشطة والمجالات التجارية وما إلى ذلك، كيف رصدتم وتابعتم هذه الحالة؟ يعني بداية نستطيع القول بأن دول الاتحاد الأوروبي تشهد في الوقت الراهن حالة من الاستقرار النسبي في أعداد الضحايا والمصابين بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع بداية الأزمة التي حلت في أوروبا، وخاصة عندما ضرب الفيروس إيطاليا وأسبانيا وألمانيا وفرنسا وهذه الدول. اليوم بدأت تظهر تقارير ومجموعة تصريحات لعدد من الدول الأوروبية والمسؤولين الأوروبيين بشكل عام تتحدث عن حزمة استعدادات محدودة لتخفيف وتيرة الإغلاقات وقيود الإغلاق، خاصة للدول التي تضررت حقا بفعل الفيروس وبفعل تطبيق الدول الأوروبية الدول الأعضاء لأنظمة الحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي. يعني جاء من أبرز هذه التصريحات كما سمعت أيضا في تقريركم حديث رئيس الوزراء الإيطالي جوسي كونتي عن خطة كشف فيها عن إجراءات تخفيف مستويات القيود المفروضة على البلاد، ولكن مع الاستمرار في قواعد التباعد الاجتماعي التي لاقت القبول في مختلف دول الاتحاد الأوروبي. يعني جاء من خلال هذه التجربة نتائج إيجابية في محاربة المرض. أيضا بلجيكا عقد المجلس القومي البلجيكي عدة اجتماعات كان آخرها الجمعة الماضي كشف فيها عن خطة لتخفيف من ظروف تدابير الحجر الصحي المفروضة على البلاد. هذه الخطة مكونة من ثلاث مراحل متوالية تبدأ في الرابع من مايو القادم، ويتها بعد ذلك 11 من مايو، وبعد ذلك 18 مايو بعد جملة من التقييمات. وفي النرويج أيضا أعادت السلطات فتح المدارس الابتدائية. في أسبانيا هناك حديث في هل يعني ذلك أستاذ سامح أن هذه الدول سيطرت على الوباء، أم أن الضائقة الاقتصادية والأوضاع الاقتصادية التي نتجت عن هذا الوباء دفعتها بقوة لاتخاذ هذه الإجراءات؟ يعني بالحديث عن الجانب الاقتصادي، دول الاتحاد الأوروبي فقدت ما قيمته 10% من قيمة الناتج المحلي جراء الأزمة، وكانت قد تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيلا فون دي غلان، قالت أن تداعيات انتشار وإعادة الحياة والتجارية والاجتماعية كما كانت عليه ما قبل كورونا يتطلب 3000 مليار يورو. هذا الرقم كبير جدا أمام الاتحاد الأوروبي مهما كان عظيم وكبير ومنتج. بالإضافة للحديث الآن هو حديث اقتصادي في الاتحاد الأوروبي وليس حديث اجتماعي، لأن انتقل أو معظم الدول في الاتحاد الأوروبي انتقلوا من عملية من الاستعداد إلى عملية ما بعد الاستعداد. زعماء الاتحاد الأوروبي قاموا بالتوقيع على عدة إجراءات فورية، منها ما لا يقل عن 538 مليار دولار أو 500 مليار يورو وضعت في وقت سابق هذا الشهر فقط من أجل دعم الحكومات الصغيرة، من أجل دعم المشاريع التي تضررت، ومن أجل دعم الشركات الانتاجية. هناك شركات كبيرة جدا تضررت، شركات الطيران، شركات إنتاج السيارات، شركات العقارات تضررت هذه، بالإضافة إلى سيتم دفع جزء منها لصالح أجور العمال بهدف منع تسريحهم، وهذا الأمر الذي لا تريد أن تواجهه أوروبا كما واجهته في عام 2008 في أزمة العقارات. كل هذه الأزمات مجتمعة الآن تشكل عملية تحدي كبيرة أمام الاتحاد الأوروبي، واليوم الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إنشاء صندوق مالي لجمع ما لا يقل عن تريليون يورو. هذا الرقم أيضا أي حوالي 1.1 تريليون دولار لإعادة بناء الاقتصادات الإقليمية داخل الاتحاد الأوروبي بعد أن تضررت بفعل انتشار فيروس كورونا وبفعل وقف الحياة العملية والصناعية والتجارية كذلك. نعم، متى من المتوقع أن تبدأ هذه الدول بفتح المجالات فيما بينها باعتقادكم؟
يعني هذا السؤال، يعني الدول الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي كل دولة تتصرف بشكل منفرد، دعنا نقول يعني إن كان نعم على مستوى إنقاذ أو على مستوى إنقاذ اجتماعي أو اقتصادي أو صحي. كما بدأت بداية الأزمة كل دولة أسعفت نفسها بنفسها، وهو الأمر يعني ينطبق كما هو الحال عليه في الحالة الاقتصادية. كل دولة تختلف عن الأخرى، بلجيكا حددت بعض التواريخ، فرنسا كذلك، إيطاليا تتحدث عن إعادة تخفيف الإجراءات، إعادة دراسة صفوف فيما يتعلق بالكوادر الطبية بالكوادر الحكومية. السويد لها يعني موضوع آخر، شأن آخر، هي يعني تعاملت مع الأمر وفق نظرية ما يقال ما يعرف بمناعة القطيع. نعم ولكن الأبرز في هذه الأمور هي ألمانيا. ألمانيا يعني أعلنت في أكثر من مرة أنها سيطرت على المرض وتحاول الخروج من هذا الواقع الذي يفرضه او تفرضه قواعد التباعد الاجتماعي الى واقع اخر، لانفتاح للعوده للحياه الاقتصاديه. الكثير من الاطراف، هناك مشكله سياسيه اقتصاديه داخل الاتحاد الاوروبي، هناك احزاب تريد الدفع بعجله الاقتصاد، وهناك احزاب اخرى واصوات اخرى، والبعض يريد ان يبقي الحال لفتره نعم كي يجنبوا انفسهم عوده وانتشار الفيروس مره اخرى. مرة أخرى نعم حسب تقييم الخبراء انه من السابق لاوانه العوده للحياه الطبيعيه بشكلها وبتفاصيلها، ولكن هناك يعني وهذا ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية بلا شك. شكرا جزيلا لك الأستاذ سامح رمضان الإعلامي الفلسطيني، كنت معنا من بروكسل.